عنها انت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي الأعزاء، وصلا للصفحة الأولى سأسأل بعض الأسئلة. ما هذا؟ لا. من يعرف يرفع يديه. عبد المحسن، فيما نستخدم هذا الهاتف؟ فيما نستخدم الهاتف في الاتصال. وما هذا؟ وما هذا أبنائي الأعزاء؟ مهند، هاتف إيش؟ أيوة عبد الله، هذا هاتف جوال. فيما نستخدم الهاتف الجوال؟ يا علي تفضل. في المكالمة. طيب، ما الذي تعطل عندما أراد أبو أحمد أن يهاتف والده؟ ما الذي تعطل؟ تفضل عبد العزيز. الهاتف. كيف اتصل أبو أحمد بجده؟ كيف اتصل أبو أحمد بأبيه؟ عن طريق الجوال. لماذا اتصل أبو أحمد بأبيه؟ لماذا اتصل أبو أحمد بأبيه؟ ليطمئن عليه. نستمع إلى الصفحة الأولى التي أخذناها أبنائي الأعزاء. اقرأ يا سيف قراءة معبرة جميلة. الدرس الثاني، وسائل الاتصال. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. قال أحمد: لما لا تتحدث إليه عبر هاتفه الجوال؟ جوال يا أبي. جد الأب: أحسنت يا أحمد. اتصل الأب بجدي اطمئن على صحته. اقرأ يا يزيد نفس الصفحة. الدرس الثاني، وسائل الاتصال. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. قال أحمد: لما لا تتحدث إليه عبر هاتفه الجوال يا أبي؟ رد الأب: أحسنت يا أحمد. اتصل الأب بجدي واطمأن على صحته. اقرأ يا مؤدب، اقرأ يا عبد العزيز، صوت عال. الدرس الثاني، وسائل الاتصال. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه. علي صوت الضوء. ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. قال أحمد: لم لا تتحدث إليه عبر هاتفه الجوال يا أبي؟ رد الأب: أحسنت يا أحمد. اتصل الأب بجد واطمأن على صحته. المؤدبون، اقرأ يا عبد الله. الدرس الثاني، علي صوتك يا بطل. وسائل الاتصال. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. قال أحمد: لما لا تتحدث إلي عبر هاتفه الجوال؟ علي صوتك. رد الأب: أحسنت يا أحمد. اتصل الأب بالجد واطمأن على صحته. أبنائي الأعزاء، انظر إلى الصفحة الثانية. ماذا ترى في الصورة؟ انظر إلى الصفحة الثانية. ماذا ترى في الصورة؟ ماذا ترى يا طالب؟ الأب. بما يتصل الأب؟ بالجوال. ومن أيضا في الصورة؟ أحمد. ماذا يفعل أحمد في الصورة؟ يكلم أبي عبر إيش؟ عبر الهاتف. اقلب كتابك على وجهه بني بصورة طيبة صحيحة، وأنت تقلب الكتاب أسمعوني محمد وذير. سلام. ابتلي محمد.
لك دار فراد بني الحبيب. الآن سنحلل بعض الكلمات التي نحتاجها. انتبه بني الحبيب. بندر. ايش يا بطل؟ الألف. الحرف الممدود؟ الهاء. المد مع الممدود؟ ها. احسنت يا بطل. ها. إيه. كل الكلمة؟ انتهائي. كل الفصل؟ انتهائي. كل الفصل مرة ثانية؟ انتهائي. كمان مرة يا ابطال؟ ساكن مع المتحرك اقراهم. ان اولها همزه وصل. همزه وصل. همزه ايش؟ وصل. وماذا ايضا؟ مد بالالف. وماذا ايضا؟ همزه على الصدر. همزه على الصدر. كل الكلمه انتهائي. انتهائي. اريد من يعرف ان يقرا هذه الكلمه يرفع يديه. حاتم. انتهائي. فيصل. كل الفصل من يحلل معنا أبنائي الأعزاء المؤدبون محمد عبد الهادي. مد. مد بإيش؟ ألف. الحرف الممدود. ها. المد مع الممدود. ها. أحسنت. ها. الهاء. أحسنت. ها. أحسنت. ها. ها. كل الكلمة الهاتفي. كم مرة؟ كل الفصل. كم مرة؟ طيب ما المهارات؟ إبراهيم رياض. وقف بني. السكون. ما نوع ال؟ ال شمسية ولا ال قمرية؟ لماذا قمرية؟ لماذا قمرية؟ عليها سكون. والحرف الذي بعدها ليس مشدد. طيب ما آخر حرف في هذه الكلمة؟ ما آخر حرف؟ ها. تاء مربوطة. كيف ننطقها ساكنة؟ طب اقرأ الكلمة بالسكون. الهاتفية. كم مرة؟ الهاتفية. كل الفصل. الهاتفية. كم مرة؟ الهاتفية. بالحركة. الهاتفية. كم مرة؟ الهاتفية. من يستطيع قراءة هذه الكلمة؟ علي. الهاتفيتي. أحسنت يا بطل. ما هذا الصوت الجميل؟ اقرأ كم مرة؟ الهاتفيتي. كل الفصل. الهاتفيتي. أحسنتم أبنائي. ولهذا أنتم أريد التعرف على بعض الكلمات. أريد التعرف على بعض الكلمات. هذه الكلمة. سأل. عبد المحسن. سأل. كم مرة؟ سأل. لماذا رسمت الهمزة على ألف؟ لأن
والهمزة عليها أيضا. أحسنت، لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. أحسنت يا مطر. محمد اليوسف. هذه الكلمة أبو ليلى. عبد الله. أخبارا. كم مرة؟ أخبارا. كم مرة؟ أخبارا. كل الفصل؟ أخبارا. كم مرة؟ أخبارا. أنتم أبنائي الأعزاء، من يقرأ هذه الكلمة؟ إبراهيم. من يقرأ هذه الكلمة؟ حاتم. المكالمة. هذه الكلمة عبد العزيز. الهاتفية. كل الفصل؟ الهاتفية. من يقرأ هذه الكلمة؟ مهند. أخبارا. أخبارا. من يقرأ هذه الكلمة؟ فيصل. سأل. سأل. أحسنت، كل الفصل؟ سأل. أريد هذه الكلمة الطويلة. إبراهيم. يستخدمون. ماذا بها من مدود أبنائي بني الحبيب؟ مد بإيش؟ واو. الحرف الممدود. مين؟ المد مع الممدود. من يعرف كلمة بها مدان؟ كلمة بها مدان. ها؟ مالي. مالي. أريد كلمة بها ثلاث مدود. كلمة بها ثلاث مدود. ها؟ سوداني. سوداني. ماذا أيضا؟ صامولي. صامولي. ماذا أيضا؟ فاصوليا. تجاهلوني. ها؟ تجاهلوني. هذا، ولهذا أنتم بارك الله فيكم جميعا أبنائي الأعزاء. شكرا. افتح كتابك بني بصورة طيبة. سأقرأ الصفحة الثانية. انتبه معي يا بطل. يدك على الكلمة في الصفحة الثانية. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه: كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي؟ رد الوالد: كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمام الزاجلة لإيصالها، ثم استخدموا البريد. مرة ثانية، يدك على الكلمة بارك. يدك على الكلمة، انتبه. يدك على الكلمة بحب. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه: كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي؟ رد الوالد: كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمام الزاجلة لإيصالها، ثم استخدموا البريد. ثم استخدموا البريد. أقرأ وترددون خلفي أبنائي الأعزاء. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية. لا، نريد مع بعضنا البعض أبنائي الأعزاء بنفس نبرة الأستاذ. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية. سأل أحمد أباه. كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي رد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة
والحمامة الزاجلة والحمامة الزاجلة لإيصالها لإيصالها ثم استخدموا البريدة ثم استخدموا البريدة من يقرأ مثل الأستاذ؟ المؤدبون فقط. اقرأ يا إبراهيم. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي؟ أحسنت يا بطل. رد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها صوت ثم استخدموا البريدة. اقرأ يا إبراهيم صفحة الثانية. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي. رد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها ثم استخدموا البريدة. اقرأ يا إبراهيم. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية أحمد أباه صوت. كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم؟ قد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها ثم استخدموا البريدة. اقرأ يا علي بصوت جميل. بعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه اقرأ يا دكتور عبد المحسن. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي. رد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها ثم استخدموا البريدة. المذيع سيف تفضل يا بطل. وبعد انتهاء المكالمة سأل أحمد أباه كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي. رد الأب كانوا يستخدمون رد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها ثم استخدموا البريدة. اقرأ يا محمد. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه أحسنت اقرأ يا مهند. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم البعض. رد الوالد صوت كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها ثم استخدموا البريدة. اقرأ يا بندر بصوت جميل. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية صوت سأل أحمد أباه كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي. رد الوالد كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمامة الزاجلة لإيصالها ثم استخدموا البريدة. سؤال: كما تعلمون أبنائي الأعزاء في عصرنا الحالي ما هي وسائل الاتصال الحديثة؟ قل يا سيف إجابة كاملة. وسائل الاتصال الحديثة هي الهاتف والجوال وشبكة المعلومات. أحسنت. ولهذا أن قولوا أبنائي الأعزاء بارك الله فيه. بارك الله فيه. نستطيع أن نتم القراءة أبنائي الأعزاء بعد السؤال الذي أسأله الآن. هل يعد الاتصال من صلة الرحم؟ من يعرف؟
هل يعد الاتصال إذا اتصلت بوالدي، والدتي، خالي، خالتي، عمي، عمتي، أقاربي، أصدقائي؟ هل يعد هذا من صلة الأرحام؟ نعم. نعم، يعد هذا من صلة الأرحام، فوفرت علينا وسائل الاتصال الحديثة آلاف الكيلومترات لأطمئن على من أحب من أهلي وأقاربي وأصحابي وأحبابي. أكمل يا عبد الله القراءة. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه: أحسنت، كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي؟ رد الوالد: كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمام الزاجلة لإيصالها، ثم استخدموا البريدة. اقرأ يا طارق بالقراءة المعبرة التي عهدناها. بعد انتهاء المكالمة سأل أحمد أباه: كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي؟ رد الأب الوالد: كانوا يستخدمون الرسائل والحمامات الزاجلة لإيصالها. المؤدبون أبنائي الأعزاء، ولهذا أنتم، فبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله كل الخير.